مساء الفل لكل مشاهدينا واهلا بيكم وحلقه جديده من الستات ما بيعرفوش يكذبوا. وحشتوني الاجازه كانت طويله، افتقدتكم جدا جدا جدا، واكتر حاجه كمان افتقدتها اصدقائي اميره ومنى، بجد من غيرهم وانت كمان يا هاني حاضر، وهاني مصور اللي ورا الكاميرا كمان افتقدته، افتقدت كل الاستوديو، افتقدت سي بي سي. ازيكم؟ وحشتوني. يا سلام، ايه العقل ده والاحترام ده؟ مش خلينا نبص في ورقه اساسا، يعني انت وحشتيني. انتوا بقالكم 10 سنين بتشتغلوا كل يوم، النهارده بقى مفيش ورقه ومفيش قرايه سكريبت ومفيش اي حاجه، مفيش اي حاجه. اعملوا بقى اللي انتوا عايزينه. مالك يا لولو؟ مالك بتحكي على ايه؟ ازيك يا مفيد؟ الحمد لله على السلامه. شيلي يا ماما، شيلي 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 بقى، احنا هنقفل الورقه اهو. احنا انا سايب بقى اسود هنا اسمع سيره الاجازات قبل اكتوبر الجاي. سيرة الاجازات قبل اكتوبر الجاي انت حرة. بنات طبختوا ايه؟ ايه رز اسود ده؟ لا ما تجيبليش سيرة. لا ده محمود، انت هتعدلي على محمود. عامل كان رز اسود روعة روعة، كان روعة، وكيكة خضرة بالكيوي. وسمعت انك قضيتي حلقة لوحدك مفيدة. كيكة بالسبانخ، كيكة بالسبانخ كمان؟ لا لا، وكيكة خضراء؟ لا 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 لا، محمود عمل شغل عليك. راجع اللي فاتك عشان هيجي لك في الامتحان اخر السنه. راجع كل اللي فات. وحشتوني، نورتي يا مفيده. وحشتوني. وحلقه جديده النهارده من الستات ما بيعرفوش يكذبوا. حلقتنا النهارده عن الاكثر تاثيرا من النساء. وقبل ما نخش في الموسوعه او ما نخش في قائمه النيوز ويك الاكثر لاكثر النساء تاثيرا، عندنا امرأة مصرية هي كمان احنا شايفينها انها اكثر النساء تأثيرا من وجهة نظرنا المصرية معانا. او الخبر اللي اتقال عن الأستاذة أمال فهمي. أستاذة أمال فهمي دخلت الإعلامية القديرة أمال فهمي موسوعة الجانس باعتبارها المذيعة الوحيدة في العالم اللي استمرت في تقديم نفس البرنامج لمدة 47 سنة. طبعا برنامج على الناصية الإذاعي المشهور اللي يمكن قابلت فيه أقطاب قابلت فيه كل الناس، من اعلى واحد لاقل واحد في البلد. يعني ما افتكرش ان ما فيش حد ما اتكلمتش معاه. هذه الاعلاميه القديره احنا بنقول لها مبروك حصولك على او دخولك في جانس ريكورد. مبروك للاعلاميه الكبيره استاذه امال فهمي، 47 عام من العطاء. هي اول من يعني قدم التحقيقات في الاذاعه. هي كان يوم الجمعه بيفضى الشوارع كلها عشان الناس تسمع على الناصيه برنامجها الشهير. وهي طبعا خدت جانس عن مجموعه كمان اعمال قدمتها في حياتها، برنامج في خدمتك وعقبال عندكم وحول العالم. وعايزين نقول كمان ان هي من كتر ما برنامجها على الناصيه نجح، احنا كلنا عارفين ان الفنان الرائع عبد الحليم حافظ خد فكره برنامجها، وهي بالفعل ظهرت في فيلم حكايه حب. دي كانت اول مره واخر مره تظهر. كده الاعلاميه القديره الكبيره الاستاذه امال فهمي قعدت تقدم برنامج على الناصيه زي ما صديقاتي قالوا لمده 47 سنه، انما كمان كانت بتقدمه في برنامج العام وهي الاذاعه الرصينه الرسميه لمصر، ثم انتقلت لاذاعه الشرق الاوسط وكانت رئيسه اذاعه الشرق الاوسط، وهي اذاعه لكل محبي الراديو يعرفوا انها اذاعه مختلفه الهوى والاداء عن البرنامج العام. استاذه امال فهمي حققت نجاحات كبيره وعملت اجيال كبيره من المذيعات، الاستاذه سناء منصور، الاستاذه ايناس جوهر، الاستاذه حكمه الشربيني وغيرهن كثيرين. دول تلاميذ نجاح الاعلاميه الكبيره الاستاذه امال فهمي. استاذه امال فهمي معانا على التليفون، عايزين نقول لها الف مبروك يا استاذه، نورتينا. الله يبارك فيكم. بس انتوا يعني ايه بتسبقوا الاحداث قبل ان تصبح حقيقه. ليه يا استاذه؟ ازاي يعني؟ فرحينا بس بخبر الجميل ده يا استاذه. انا منى عبد الغني. شوفي انا بقالي دلوقتي 5 ايام في خبر مؤكد، وهو دخول الموسوعه العالميه الجينيس. سمعاني يا استاذه؟ طبعا سامعين حضرتك. طبعا وهناك منافسه بيني وبين مذيع امريكي هو برنامجه مضى عليه وهو بيقدمه 36 سنة، أنا 47 سنة. ما شاء الله. فإحنا لكن أنا الحقيقة يعني سابقاه بكتير.
طبعا استاذه امال فهمي، الحقيقه احنا لما بنحتفي بحضرتك مع بصرف النظر عن المنافسه على موسوعه جينيسون وعلى ان حضرتك متفوقه بمراحل، احنا بنحتفي بيكي لانك سيده مصريه عظيمه واعلاميه قديره تستحق الاحتفاء بيكي دائما وفي اي وقت بصرف النظر عن الموسوعه وعن المسابقه. يعني احنا اتلككنا اول ما عرفنا الخبر اننا نكلم حضرتك ونحتفي بيكي ونديكي ما تستحقيه من تكريم كاعلاميه ومصريه رائده وسيده عظيمه يعني ان شاء الله ربنا يوفقك بجد. احنا مجرد ترشح حضرتك لجانس ده شرف لينا، ويعني سواء فزتي عليه او هو فاز، المهم ان حضرتك ترشحتي ووصلتي لهذه الرياده. وعايزين نسال حضرتك، هل ممكن الفكره تتحول لتلفزيون يعني بعد كده ولا لا؟ ايه فكره ايه؟ فكره البرنامج لحضرتك انها تتحول لفكره تلفزيون؟ اني برنامج؟ لا انا 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 عايز اسال سؤال تاني استاذه امال. الو. 47 سنه بتقدمي برنامج من اشهر البرامج الاذاعيه اللي موجوده في مصر وفي الوطن العربي، اكيد في خبطات، اكيد في لقاءات مميزه، اكيد في مواقف بتحصل احنا مش عارفينها بس حابين ان احنا نسمعها، ايه الحاجه اللي انت لسه فاكراها وتحبي تحكيها لكل الاجيال اللي بتسمع حضرتك؟ هو لا يتصل بالجزء الثاني من الخبر الخاص ب المذيعه الامريكيه اوبرا وينفري. اوبرا وينفري، في لي اصدقاء مصريين عايشين في سانتا مونيكا في امريكا يعرفوها وتربطهم بيها صداقه، فحكوا لها قالوا لها احنا عندنا مذيعه مصريه لها شهره زي كده والناس كلها بتحبها ونزلت في الغواصه تحت سطح البحر ونزلت في المنجم، منجم في صحراء مصر 200 متر تحت سطح الأرض، ودخلت ونامت ليالي على حدود الجزائر وقت الاستعمار الفرنسي، نامت في الجبل، فهي طبعا يعني دهشت وقالت لهم أنا كنت أتمنى لو اشوفها واعمل معاها حوار. طب استاذ امال مين الشخصيات؟ هتسالي على الشخصيات. مين الشخصيات اللي حضرتك تحبي انك تفكرينا بيها؟ حد مميز قابلتيه، حد ما كنتيش متوقعه انك تقابليه وجات لك الفرصه وعملتي معاه حوار كان نفسك جدا تعملي معاه حوار، مين؟ انا عايزه اقول لكم حاجه، يعني يكفي ان اقول لكم ان المواطن البسيط اللي في يوم من الايام بعتت لي 50 قرش في الظرف وانا بجمع تبرعات لمعهد القلب، وقالت لي انا لا املك مال ولكني املك قلب، انا كل اللي اقدر ابعته لك 50 قرش اساعد في عمليات جراحه القلب. عظيم. انا يعني المواطنه دي ما اقدرش اقول ان في حد احسن منها. صحيح. استاذه امال الفوازير دي فكره حضرتك بدات. أيوة. من عند حضرتك في في حد عايز يقول انها بتاعته؟ لا يا فندم، ده احنا عايزين لا احنا عايزين نعرف المشاهد على ذكريات حضرتك مع الفكره وكيف بدات، وكنت صحيح في محطة بنزين واتصلت بالأستاذ صلاح شاهين ولا ايه؟ حضرتك قولي لنا يعني. ايوه انا كنت في محطة بنزين وكان سنة 54. ايوه. شوفي بقى قبل انت ما تتولدوا. لا قبل ما البنزين يغلى وحياتك يا استاذة. وبعدين ايه سمعت صوت حاجة بتعمل تن تن تن، قعدت اتلفت ايه ده؟ اتاريه الجهاز اللي بيشحن العجل. اوكي. فانا قلت يا ترى ايه الجهاز؟ يا ترى الصوت ده جاي منين؟ كلمة يا ترى دي هي أوحت لي بأني أنا لو قدمت أصوات وقلت يا ترى الأصوات دي أصوات إيه، وبدأت أول حلقة من الفوازير ما كانتش مكتوبة كانت مسموعة، جبت صوت أم كلثوم اتكلمت في قرأت كتاب صفحة من كتاب الأيام لطه حسين، كل الناس اخطات في صوت ام كلثوم وقالت ده سهير القلماوي، عارفين ليه؟ لان دي كانت اول مره في حياه الشعب العربي يسمع صوت ام كلثوم وهي تتكلم. صحيح.
وبرده من السبق فيلم عبد الحليم حكاية حب، انه يبقى برنامج لشهير على الناصيه وتحب تسمع ايه جوه فيلم، احكي لنا جات ازاي الفكره يعني. هو عبد الحليم كنا قاعدين انا وزوجي الاستاذ الراحل محمد علوان، طبعا مخرج كبير، احسان عبد القدوس وكامل الشناوي واحمد رجب وكمال الطويل. والله كل دول كل الاسامي الكبيره دي كنتوا قاعدين مع بعض. يعني انا يعني مش عارفه اقول ايه. هي مفيده يا فندم بتحقد بس على ان حضرتك كنت قاعده في هذه القعده اللي فيها كل هذه اصدقائي الاسماء الكبار. طبعا فانا واحنا قاعدين عبد الحليم دخل وقال لي ايه رايك لو عملنا فيلم اساسه القصه اني انا قابلتك في برنامج على الناصيه وكنت انسان مغمور والبرنامج هو اللي شهرني. دي جات له فكره الفيلم نفسه يعني. قمت انا يعني كده انا بضحك معاه قلت له طيب اتاريه خد الكلام بجد، ولقيته بعد 6 شهور بيقول لي يلا علشان نصور. قلت له نصور ايه يا عبد الحليم؟ قال لي نصور الفيلم. فيلم ايه؟ قال لي اللي انا اتفقت معاكي عليه. قلت له لا انت ما اتفقتش. قال لي لا انا متفق معاكي وانت وافقتي. اشهد عليكي شهد استاذ احسان عبد القدوس الله يرحمه قال ايوه انت قلتي وبعدين فعلا نزلت بلا مكياج بلا كوافير بلا اي حاجه وصورنا بحلم بيك انا بحلم بيك. طب احنا عايزين نتفق مع حضرتك اتفاق ونشهد عليكي كل الجمهور ان حضرتك تنورينا في البرنامج. انا لو وافقت انا مش موافقه. ليه بس يا فندم؟ ما احنا عايزين حضرتك توافقي. انا عايزه اسال سؤال، انت ليه ما بتحبيش التلفزيون؟ والله انتوا لو بس يعني تعرفوا قد ايه انا ماكره يعني لاني انا المستمع والمشاهد من صوتي بيقول لي انت صوتك يعني بينافس الفنانه العظيمه فاتن حمامه شويه يعني بيدينا الاحساس بالزمن الجميل ده والرقي والشياكه كلها يعني. صوتي ما كبتش اطلع انا ليه في التلفزيون والزمن قد وضع لا احنا بنحب كده ان الزمن يدع بصماته فتزدادي تألق يا فندم. انت احلى يعني انت بالصوره اللي احنا شايفينها اجمل واحلى امراه ممكن اي حد يشوفها ويسمع صوتها. ارد عليكم؟ اتفضلي. انا مش هخلي بنتين صغيرين قدكم يلعبوا عليا. انا عايزه اقول لك احنا مش بنات صغيرين. احنا نتمنى ان احنا نكون بنتين صغيرين بس الحقيقه احنا مش انتوا قولوا اللي انتوا عايزينه وانا مصممه على مبدئي. طب عشان خاطر الجمهور اللي بيحبك احنا هنحاول في اقناع حضرتك والاستاذه سمير جوده اكيد هتحاول. واحنا حضرتك ليكي مجهودات في مبادرات المراه مع رئيس، شفناكي حضرتك وبتطلعي لمستشفى 57 بتطلعي في كل المجالات اللي فيها الخير. انا ما طلعتش 57 دي ابدا. طلعتي معايا ابو ظبي حضرتك من كذا سنه انت ناسيه. انا منى عبد الغني. ايوه يا منى انا ما طلعتش في التلفزيون ابدا. مش عايزه تصوري لكن طبعا مؤتمرات يعني احنا بنشوف حضرتك في الخير كتير فان شاء الله ان شاء الله. في حاجات تضخم انفي يعني انا الجمعه اللي فاتت كان في حوار مع السيد رئيس الجمهوريه وكان لي عتاب شديد معاه اخذوني وطلعت على الهواء رغم انفي. استاذه امال استاذه امال لو قررنا نتجرأ ونحاول نختم اللقاء مع حضرتك ونقول لك نفس الجمله الجميله اللي انت بتقوليها في نهايه كل لقاءاتك ونقول لك تحبي تسمعي ايه؟ لو احنا نقدر نسمعك حاجه دلوقتي كنت تحبي تسمعي ايه؟ شوفي كل الناس دايما تطلب اغنيه بحلم بيك لكن انا هطلب يعني انشوده يا اغلى اسم في الوجود يا مصر. يا سلام يا سلام. احنا بنشكر حضرتك يا فندم والف مبروك مره تانية وحضرتك مشرفانا كاعلاميه. احنا بنفخر ان حضرتك رائده اعلاميه عظيمه بجد يعني دايما في نجاح يا فندم. شكرا لحضرتك يا فندم. طيب نبتدي بقى نقول احنا عندنا ايه بعد الاستاذه امال فهمي. احنا ما زلنا بنتكلم عن النساء الاكثر تالقا بس الموضوع المره دي في العالم. في مصريتين في قائمة نيوز ويك لأكثر النساء تأثيرا، البنتين دول أو الستتين العظماء دول شخصيتين
ناشطة سياسية دينا فريد، واخرى اعتقد احنا اسمها جيهان نجيم هتكون معانا على التليفون. السيدتين دول شخصيتين مصريتين فكروا بعد الثورة وعملوا حاجات تخص الثورة. دينا عملت دينا كانت بتتكلم عن التحرش، اشتغلت على موضوع التحرش باشكال مختلفه ما بين مبادرات وما بين تصدي في الشارع وما بين كذا لفكره التحرش. وجيهان عملت فيلم وثائقي. هي الفكره ان مجله نيوز ويك الامريكيه مختاره 125 ست على مستوى العالم معتبره ان هن الاكثر تاثيرا. احنا اللي يخصنا 125 ست الاثنين الستات المصريات بتوعنا، والباقي مش ماليش دعوه يا مفيده، ماليش دعوه في الانجليزي، عشان كنت معترض انه ماليش دعوه، بتكلم عن ضيوف سيتين انجلش. انت يعني اي دونت كير، يو دونت كير، اوكي. هي باختصار شديد شي دونت كير، يعني بالنسبه لقائمه نيوز ويك الستتين المصريتين او المرأتين المصريتين هم دول هم اللي يهموني، هم اللي عمار يا مصر، هم اللي يخصوني، هم اللي افخر بيهم، هم اللي اتمنى ان هم واحده منهم. لا، هيلاري كلينتون اكثر تاثيرا في ايه؟ في خراب الشعوب والدول. ما تسيبيني ساكته. هيلاري كلينتون ايه رأي وزيرة الخارجية الأمريكية اللي كانت اللي وظيفتها تخرب الدنيا لصالح أمريكا؟ خليني في دينا وجيهان. آن باترسون برضو من ضمن مين آن باترسون دي؟ سفيرة أمريكا. بصي يا منى، شايفة منى مفيدة؟ شايفة منى مفيدة بعد لا كده؟ هم يعني يعني الحقيقة الجميل إن دينا فريد احتلت المركز ال 45 من بين 125 ست في العالم، منهم أوبرا وينفري، وفي طبعا الصحفية السورية الشهيرة الشهيدة فاطمة خالد سعد من سوريا اللي ذبحت واحنا سمعنا عنها، في كمان انتوا قلتوا آن باترسون، وكمان رئيسة وزراء استراليا جوليا جلارد، وفي سلمى حايك وتشارلز ثيرون، في نجوم العالم الحقيقة كمان. هم قايلين إيه على أندي؟ أندي مين؟ آن باترسون. أيوة، اللي هي مين؟ السفيرة الأمريكية. عايزة ترجع لموضوع السفيرة الأمريكية. السفيرة الأمريكية في مصر أكثر تأثيرا في العالم في إيه؟ عشان هي سفيرة الحلم العربي. شفتي إيه سابتك وأنتي سفيرة الحلم العربي؟ ما هوش حلم، ده كابوس. لا، كان خريف عربي. هل 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 فعلا هو حلم عربي؟ هي سفيرة أمريكا في مصر تبقى أكثر النساء تأثيرا في العالم إزاي؟ باعتبارها إيه؟ يعني كانت بتعمل إيه في مصر؟ الموضوع ده على فكره عايزين نبقى نفتحه، بس خلونا في دينا وجيهان بقى. طب دينا اطلقت مبادره اسمها بنات مصر خط احمر. دينا بقى لها شهور بتشتغل في عده محاور، على بتنزل الشارع، بتتكلم مع المتحرشين، بتعمل توعيه من خلال الاعلام، من خلال الندوات اللي بتقدمها، بتعمل حاجه ثالثه كمان، بتدور على تشريعات جديده، رغم ان في قوانين رادعه من 3 شهور لاعدام للمتحرش حسب القضيه يعني، لكن هي عايزه تعمل قوانين مصريه للتصدي. طبعا دينا عايشه في كندا. دينا عايشه في كندا، بس هل نجحت؟ لا، هي موجوده هنا، درست في كندا ورجعت اشتغلت في الاعلام قبل ما تتجوز، هنعرف منها طبعا. بس هل نجحت؟ هل هي انا عارفه ان هي متبنيه قضيه التحرش، بس هل قضيه التحرش بجد نجحت في مصر؟ لا، ما هو في شغل كتير قوي على التحرش، دينا جزء منه. الشغل اللي بيتعمل على التحرش مش هيجيب اثره في يوم وليله، انما مجرد انك بتلقي الضوء على هذه الجريمه بشكل مستمر وبتحذري الناس منها وبتطالبي بعقاب المتحرشين، ده في حد ذاته عمل او جهد عظيم بتقوم بيه دينا وكثيرات مصريات ضد التحرش. ما احنا شفنا اكتر من حاجه قبل كده فعلا قصه التحرش دي قصه غير مقبوله. المهم النهارده في النساء أكثر تألقا أو مصريتان في قائمة نيوزك الأكثر نساء تأثيرا في هذه القائمة، معانا الناشطة دينا فريد كضيفة عزيزة علينا النهارده في برنامجنا. بعد كده الستات بقى إيه؟ ما بيعرفوش يطبخوا. هيكون لينا مكالمة كمان مع جيهان نجيمي، بس هيكون هنا ولا في الفقرة الرئيسية؟ هتكون لا دلوقتي؟ لا لا لا، كون تليفون لا لا، هتبقى معانا أثناء الفقرة. بس بعد كده الستات ما بيعرفوش يطبخوا. بعد كده فقرة ستات ما بيفوش يطبخوا، ماريا من المغرب هتعمل سمك على الطريقة المغربية، يعني الأكل المغربي رائع وشايق وجميل. على العموم بعد قليل هنلتقي مع الصورة، هي موجودة. طبعا يوم اليتيم كان من خلال كان بقاله يومين عدى، والجامعة الأمريكية عملت زفاف جماعي لليتيمات.
عايزة أقول لحضراتكم إن التقرير ده هنشوفه بعد الفاصل، لكن قبل الفاصل تعالوا مع بعض نشوف سؤال الفيسبوك اللي بيقول أسباب زيادة ظاهرة التحرش من وجهة نظرك هو إيه؟ التعاطف الاجتماعي مع المتحرش، بمعنى إن المتحرش بيبقى سنه صغير 11 أو 12 سنة، فما نعرفش إن إحنا ناخده الاسم ونعمل فيه أي مشكلة أو يعني نبلغ عنه أو لا، أو عدم الإبلاغ. التعاطف الاجتماعي ده أحيانا بيبقى منطقه إن ما هي البنات المسؤولة هي اللي غلطانة. لا، هو التعاطف الاجتماعي مع المتحرش ده كان اللي أنا فهمته من الموضوع إن ممكن يبقى سن المتحرش صغير. طب أحيانا بيبقى سنه كبير ولا هتقولك هياخده هيتبهدل؟ طبعا. لا، ساعات بيعتبروا إنه هي السبب، هي اللي أغرته وأغوته مجرمة. أنا السبب ده أنا مش عايزة أتكلم فيه، عارفة لأنه سبب متخلف. هو ده سبب التعاطف. ممكن. يلا كملي. عدم الإبلاغ، عدم تشديد العقوبات، جميع ما سبق. جميع ما سبق. جميع ما سبق. جميع ما سبق. طيب نطلع الفاصل، وبعد الفاصل نلتقي مع ضيفتنا العزيزة الناشطة دينا فريد. المكان الجامعة الأمريكية، الزمان الساعة 8 مساء، الحدث فرح جوه الجامعة الأمريكية. ده النشاط اللي عمله جروب بايا الموجودين في الجامعة الأمريكية، واللي ساعدوا فيه كتير من الأيتام إن هم يتجوزوا. الإيفنت بتاع النهاردة هو فرح جماعي للأيتام. الفرح ده احنا بنعمله كل سنة. السنة دي معانا 5 عرايس كلهم أيتام من مناطق مختلفة. احنا بنوصل لهم ازاي؟ احنا لما بنقول ان احنا هنعمل فرح بيجي لنا كذا حد عايز يقدم معانا. بنختارهم على اساس اول حاجة سنهم، يعني العروسة الكبيرة بناخدها اكتر من العروسة الصغيرة. تاني حاجة بناخدهم على حسب الحالة الاجتماعية، يعني اللي محتاجة اكتر بيبقى ليها اولوية عن اللي مش محتاجة قوي. بنساعدهم في كل حاجة، بنعمل لهم الفرح from A to Z. اهم حاجة عندنا يكونوا مبسوطين. يا رب ان شاء الله النهاردة يطلع يوم حلو. فكرة ان احنا نعمل الفرح جوه الجامعة ده هي فكرة جديدة جدا، محدش عملها قبل كده. الفكرة طبعا كانت اساسها ان احنا مش هنقدر نتكلف اكتر من احنا نعملها بره الجامعه. الجامعه بتدينا الحاجات دهيت باسعار قليله جدا، او يعني براكتيكلي ما بتديهاش بفلوس عشان نعمل حاجه زي كده. اهوت طبعا التكلفه بتبقى اقل بالنسبه لنا عن اننا نطلع بره ونحجز مكان بره. عمل حاجات كتير وانا معاهم ما حسيتش ان انا غريبه، انا حسيت ان انا في وسط اخواتي واهلي. ما كنتش متوقعه انه يطلع حلو قوي كده. هم حققوا كتير قوي لدرجه ان احنا واصلين هنا دلوقتي. معانا ان احنا نصحى الصبح نقرا في الجورنان ان مجله زي نيوز ويك قررت ان هي ترشح ستتين من مصر يعتبروا من ضمن قائمه النساء الاكثر تاثيرا في المجتمع بتاعهم، هل احنا كمصريات او كمصريين تفرق معانا، ولا احنا عارفين ان احنا عندنا ستات جدعه بينزلوا وبيشتغلوا ومش محتاجين ان اي حد اي مجله عالميه تحطهم في اي قائمه؟ هل الموضوع ده فرق مع دينا فريد الضيفه بتاعتنا النهارده؟ موضوع مهم جدا عايزين نتكلم فيه من زاويه تانية. يعني احنا النهارده دينا مش مبروك وبتاع وفرحانين جدا ان هي اتحطت في القائمه زي دي، لا، هل هي فعلا كانسانه فرحانه ولا هي شايفه ان الموضوع عادي؟ هي بتعمل مجهود وبتعمل دور مفروض عليها لان هي مواطنه مصريه. النساء الاكثر تاثيرا مش محتاجين قائمه في اي مجله عالميه، النساء الاكثر تاثيرا في مصر موجودين في مصر واحنا حاسين بيهم. اهلا وسهلا بيكي يا دينا. دينا اهلا وسهلا بيكي. نقول مبروك. قولي مبروك. مبروك. مش وحش ولو ان انا شخصيا اي حاجه بتيجي من ناحيه الامريكان ما بعرفش ابارك عليها، لكن اوكي مبروك. ماشيها مبروك. المجله اختارتك ليه؟ ايه المعايير الموضوعيه اللي اختارت دينا فريد على اساسها؟ مثلا رغم ان في ستات كتير بتشتغل في التحرش ومبادرات كتير ويمكن اقدم وستات بتشتغل في مجالات اكتر، ليه دينا فريد؟ مش ده سؤال محيرنا محيرك؟ ده محيرني انا شخصيا. ليه؟ معرفش. طب وصلتي لايه؟ فكرتي لقيتي ايه؟ تعرفي حد؟ والله انا رئيس أنا التحرير ممكن هتكون عارفاه مثلا. قلت لها والنبي لا، هو الفكره انه اعتقد يعني هم ما كلمونيش، ما حدش كلمني. انا عرفت زي ما الناس كلها عرفت من وسائل الاعلام وجات لي على البيج وناس كبيرة تكلمت وقالي مبروك. فبصيت كده وقلت اكيد الخبر مش صحيح.
ودخلت على السايت بتاعهم ولقيت ان الخبر فعلا صحيح والمبادره واسم المبادره ومؤسسه المبادره اللي هو انا. ورجعت كده قلت طب ده ممكن يكون حصل ازاي؟ لقيت انه احنا من خلال تواجدنا الكتير قوي في الشارع، تواجدنا كتير جدا في الشارع، كان بيبقى فيه حبه صحف اجنبيه فرنسويه ايطاليه صحف مصريه كمان بس بتكتب بالانجلش، وفي الاخر خالص من كام شهر كان في صحيفه انا حتى مش فاكره اسمها امريكيه. واحنا كنا فعلا بنعمل يعني بنتكلم مع الناس دي زي ما بنتكلم مع اي حد، اوكي، وبنتكلم عن المبادرات عشان نوري الوجه الكويس للمجهود الشبابي اللي بيحصل، مش بس يقولوا تحرش، لا يقولوا جنبه انه في شباب زي الورد في مصر بيشتغلوا علشان بينهضوا هذه الظاهره، مش بس يتكلموا على الجزء السلبي بتاع الظاهره والناس وحشه والناس بيتحرش والمصريين يعني والكلام ده كله. فلا احنا عندنا شباب زي الورد وشباب بيعملوا مجهود بدون اي نوع من المقابل، بل بالعكس هم بيدفعوا فلوس من جيوبهم، هم شباب يعني صغنن يعني شباب صغير في مدارس طبعا. معظمهم وده الغريب قوي انهم شباب مش بنات، انهم ولاد معظم الفريق الفريق بتاعنا ولاد يعني. وده مستغربة ليه؟ ما كل واحد ليه اخت وبنت وام وزوجة مستغربة علشان لما ابتدينا انا قلت يعني الشباب مش هيبقى مهتم بحاجة زي كده، في شباب كتير متحرشين وده حقيقة. فاستغربت اما كنا بنعمل اجتماع قبل ما نبقى في الاول خالص كنا بنقول على الفيسبوك عندنا يا جماعة اجتماع عاوزين نعمل مبادرة اسمها بنات مصر خط احمر، الاسم برضو ايه صعب على شاب ان هو يشترك في مبادرة بنات مصر خط احمر علشان نناهض التحرش. فكم الشباب اللي كان بيجي يعني كان أزهلك دفعنا متحمسين للدفاع عن الفكرة يعني إنهم شباب غير متوقع وحاجة فعلا ادتني أمل. وما كنت بتعب واللي هو خلاص بقى ومفيش فايدة والكلام ده الناس كانت بتشجعني وتخليني لا يلا هنكمل مفيش حاجة اسمها تعب وهنكمل وهننزل. ليكي صفحة على الفيسبوك معلش أنا عشان بس أعرف جايز وصلولك من هناك؟ ما بالظبط أنا كنت ممكن جايز كم بس هي بس عندي أنا عندي 5000. أنت عارفة إن أنت واخدة المركز انت عارفه ان كواد مركز ال 45 من 125 يعني انا لما حد يجي يقول لي دي اخدت مركز ال 45 من 125 ده انت يعني هناك مكسره الدنيا ده هم كلموكي وتعرفين مجهودك. الغريبه ان انت بتقولي ان محدش حتى جايز الموضوع التحرش يعني مصر بلد مهمه قوي واخبارها مهمه قوي بالنسبه للعالم ومن ضمن الاخبار المهمه جدا المنتشره للاسف الشديد في كل حته يعني احنا فتحتنا بقت بجلاجل في كل حته موضوع التحرش. فاما لقوا انه في مبادره بتشتغل على التحرش فيعني قالوا انه احنا محتاجين نكرم الحد ده اللي بيشتغل في التحرش. اكيد انت يعني تستحقي التكريم يعني تستكتري طبعا عليكي تستحقي وزياده يعني ربنا يبارك فيكي. قولي لي يا دينا دراستك لعلم النفس لما انت التقيتي بمرة قبضتي على حد من المتحرشين وخدتيه وصعب عليكي ان هو كان 14 سنه علم النفس مأثر فيكي ازاي او بتشوفي نفسيه المتحرش ده ازاي تقريها ازاي؟ انا مؤمنه بحاجه يعني انا يمكن يعني من اول ما اتعملت الحركه انا بتكلم في حاجه واحده بس واللي هو الشباب الصغير ده ضحيه مش بس مجرم هو الاثنين هو ضحيه قبل ما يكون مجرم. الولد ده اللي عنده 11 سنه مين علمه غير كده؟ لو احنا جبنا دلوقتي عيل اجنبي كده بشعر اشقر وعينين زرقاء اوكي صغنن كده بيبي وربناه في بيت مصري هيطلع بالظبط زي الشاب المجتمع هو ابن بيته وابن البيئه اللي بيتربى ابن البيئه وابن البرامج التلفزيونيه والافلام يعني مش عارف اقول عليها ايه بس هي مش بتدي حاجه التعليم والمدارس وحاجات كتير التعليم والمدارس ومفيش ثقافه جنسيه. طبعا ثقافه جنسيه مش بتكلم على ثقافه قله الادب عشان بس الناس تبقى واضحه. طبعا الجنسيه يعني ما هو الراجل ودوره ما دور يعني ايه الست ودورها الانثى ودورها وايه دورهم في المجتمع وايه العلاقه الصحيه تبقى بينهم والكلام ده مهم جدا وبتبقى يعني متمشيه مع سن يعني في كل يعني فصل دراسي بيبقى في ليه الحاجه الماده بتاعته. انت مقتنعه بلفظ او اللوجو المحطوط الربيع العربي؟ يعني ان باترسون اخذت برضو من ضمن القائمه كانت موجوده معاكي جاءت مرتبه لقبتها المجله بسفيره الربيع العربي. انا فهمتش الموضوع ده على فكره يعني سفيره الربيع العربي بمعنى يعني هي مالها اصلا بالربيع العربي مش يعني هي مالها يعني الربيع العربي احنا انا عايزه في لقب الربيع العربي انت حاسه ان احنا الثورة ربيع عربي؟ بصي زي ما قلت لحضرتك احنا في الاول انا اول مظاهره نزلتها كانت يوم 25 يناير انا ما كانش لي علاقه بالسياسه قبل يوم 25 يناير والحمد لله انا حضرت اليوم الجميل جميل قوي فعلا ده كان يوم
مختلفة عن أي حاجة أنا عشتها في حياتي قبل كده. وال 18 يوم كانوا ربيع بجد، كانوا ربيع بجد. وزي ما قلت احنا دلوقتي في الخريف وداخلين على الشتاء، ممكن يبقى صعب قوي ما يبقاش شتاء نووي فارس. لو لو يعني اللي هم قائمين على الحكم حاليا ما غيروش سياسات كتيرة جدا، ولو حتى هنتكلم على التحرش والقانون الجميل اللي احنا بنتكلم فيه واللي احنا عاوزين نعيد تأهيل الكلام ده لا يمكن يحصل من غير نية سياسية الأول، إرادة سياسية في كل مجال. مفيش حاجة هتتغير من غير نية سياسية، مفيش حاجة تتغير من غير ما أنا يعني أتقبل بلبسي كده وأستاذة منى تقبل بلبسها كده، والمنقبة أنا أحبها وهي تحبني، والشيخ يعني يقبلني وأقبله ولو عاوز كده، والمسيحي والمسلم الحاجات دي ما يعني الألقاب دي ما كانتش موجودة، قبول الآخر مع الاختلاف. ما أنا يعني أنا بنت عمتي منقبة يعني يعني الكلام احنا والحب نقف قصاد الكلام ده، مفيش الكلام ده خالص، ما كانش في حد هيشك فيا مجرد ان انا يعني ايه يعني مش لابسه حجاب، انا ممكن اكون مموله، ما كانش في حد هيشك في ده اصلا. هي دينا في القوانين ولا في عقليه المتحرش اللي انت كنت دايما بتسعي لدراستها وتقولي انه المشكله ان عند المتحرش انه التحرش ده بيصل لحد هتك العرض، لكن مش حكايه ان هو يعكسني بكلمه تاذي مشاعري، ده هو شايف ان ده ثقافه شعب، انا عاكس بقى عشان البنت بتحب المعاكسه بتخرج عشان تعاكس ده يعني الدنيا كده فنفن، هم بيعاكسوا عشان الفكر اللي انت في الشارع. الموضوع ما نزلنا الشارع يعني انا ما كنت رسامه، ما كنتش شايفاه من بره كده، هو الشاب الصغنن ده هو حاسس باحساس بالدونيه، ان هو ما عندوش حاجه، ما عندوش امل، ما عندوش حته حتى يطلع طاقته فيها يثبت نفسه فيها. صحيح. يعني يوري الناس انا اهو يعني ايه، ويكبر كده اللي هو يبتدي بقى يحقق فيبتدي ثقته في نفسه تزيد، ويبقى راجل ايه يعني سوي راجل سوي يعتمد عليه وما يحتاجش ان هو يعمل الكلام ده. فهو حاسس بكل الاحاسيس الوحشه دي، محتاجه يعني اديله وعلمه وفهمه الانثى دي ايه. معظمهم ما بيبقوش واخدين بالهم ان هم بيأذوا اصلا، انا بتكلم على الصغيرين لسه ما دخلش بقى في الكبار. صحيح. واللي بيحصل في ميدان التحرير اللي هو اصلا ده مش تحرش خالص، وانا انا رافضه ان هو يتحرر حط نفسه الضحية. لا ده ارهاب جنسي. تفتكري بعض الناس بتقول ان المتحرشين الصغار اللي انت بتتكلمي عليهم دول عندهم اشكاليه طبقيه اساسا، يعني هم كلهم من مجتمعات اكثر فقرا وعشوائيه وتسرب من التعليم وعماله في ورش بالمخالفه للقوانين وعايشين في بيوت مش صحيه واهاليهم تحت خط الفقر، فزي ما انت قلتي كده لا عنده امل ولا عنده مجال يتحقق فيه، وفي نفس الوقت بالنسبه له الفتاه اللي لابسه سواء نقاب او خمار او لابسه زيك هي الاخر على الضفه الاخرى من العالم، هو عمره ما هيعرف يتعامل معاها وهي بتقهره طبقيا. بالتالي الناس بتقول ايه، معلش سوري يا مفيد، بيقولوا ايه بقى المصيبه الكبيره، انه لو وافقنا على التوصيف ده يبقى التحرش هيتلغي لما ظروف المجتمع تتغير، لما المفرخه اللي بتطلع الشباب ده هي نفسها تتغير، مش مساله لا قوانين ولا ايه. رايك في البنيان ده؟ ده موجود، ده من احدى الحاجات الموجوده بالفعل. عندك شاب صغير من طبقة مختلفة عنده وشايف بنت مثلا من طبقة تانية اللي يمكن أصلا يبقى عنده أمل أنه هو يكلمها، ولا يعني بعيدا بقى أنه هو مثلا يرتبط بيها أو أيا كان، مش ما عندوش يعني فرصة يكلمها أصلا. فده بتبقى من يعني إحدى الخيارات اللي عنده أنه هو إيه عشان يوصل لها، هو ممكن يوصل لها من خلال الحتة دي. بس دي يعني إحنا الموضوع أكبر، ده جزئية، موضوع أكبر إيه كبير جدا. أنا أقول لكم حاجة أنا شفتها، يعني الكلام ده يعني إحقاقا الحق، إحنا الواحد إيه يعني على رجله الأرض. على الأرض جدا، يعني حاجة أنا ما كنتش متخيلة. إحنا عندنا البنات برضو في الشارع في نفس السن ده شايفين إن دي معاكسة، مش شايفينها تحرش ومبسوطين بالظبط، وجهه نظر بعض البنات. ايوه ان ده طب انت زعلانه ليه؟ انا حسيت ان انا هبله، معلش يعني. انا بجد انا هقول لك بمنتهى الامانه، انا في العيد الكبير لما نزلنا على الكورنيش انا حسيت ان انا والمجموعه احنا جالنا احباط كبير جدا، وكتبت يعني انا مكتئبه. كنتوا بتدافعوا عن واحده؟ كنا بندافع واحده ايه ده يعني كذا واحده احنا بنطلعها من موقف صعب جدا، بس لفت كده اهو خلاص ننقذها، فاهم، وحسينا انقذنا البنوته وبتاع وما اعرفش ايه، وحسين ايه يلاقيها لفت وقفت تاني في نفس المكان. ليه؟ طب بتقري دماغها ازاي او مشاعرها ازاي؟ هو نفس الثقافه اللي عنده هو عندها، هي شايفه انه ده هي كده بقت اموره، انت
تمام. هي كده بقى شيء مش طبيعي. هي كده اموره ان ده يعني ان ده كل بنت يعني مش يعني خلينا واقعيين يعني احنا بنحب ان حد ايه يعني يقول علينا لطاف كمال ما اعرفش احنا يعني الانثى عامه الانثى عامه كده يعني كل يعني مش حاجه على بعض تمام. فبس الطريقه بقى يعني ممكن مثلا زمان واحد يقول يعني هاجي اخطبك من باباكي فكده تحس انها ايه جميله وحلوه ومطلوبه. دلوقتي او بعد يعني ممكن في بنت تحس مثلا لو واحد قال لها ايه العينين القمر دي مثلا ايه تبقى شايفه ان هو ده. دلوقتي الموضوع واصل اللي هو يزق صاحبه عليها ويروح واخدها كده تحت باطه هو بينقذها. ده المعاكسه هو دي المعاكسه هي بقت قابله دي هي مش شايفاها تحرش. طب ما قلتيش الجدينه تتكلمي مع البنوته دي بعد ما انقذتيها قلت لها انت مش شايفه ان دي مش معاكسه ده تحرش؟ اول مره حصلت انا اتسبهلت وقفت انا اتسمرت مكاني بالظبط. انا اول مره فعلا كان في العيد الفطر كان اول فعاليه وقلت لا دي اكيد حاجه عابره يعني مش منهج مش نظريه فانا وقفت جامد قوي وقلت نستنى ما نشوف ده الكلام ده بجد ولا لا. العيد الكبير لا الكلام ده موجود وده يعني يودينا بقى حته اتناقشتي معاهم مفيده قالت لك يعني كلمتي عايزين بس نعرف اي بنت من دول ما قلتلهاش انا بنقذك وانت بترمي روحك في وسط التحرش او بمعنى صح هو حاطط ايده عليكي ده يا حبيبتي مش بيعاتب لا ما هي بتيجي تتحرش بيه لا هي بتيجي تقول لي لا انا ما كنتش عاوزه كده انا اتضايقت فخلاص هي قفلت كده الموضوع من الحوار. امال ما قبل كده هي قابله ايه الخط ما بين اللي هي قابلاه واللي مش قابلاه واللي انت معتبراه تحرش؟ ممكن نخلي اجابه السؤال ده بعد الفاصل ده يعني خلينا نبقى مع سؤال اميره لما نرجع بعد الفاصل. نطلع الفاصل ونرجع مره ثانيه نكمل حوارنا عن دينا فريد وترشيحها لاكثر نساء تاثيرا في جريده مجله النيوز ويك الامريكيه. النيوز ويك على فكره عايزين نقول دينا فريد اللي عايزين نكرمها لانها بتعمل شغل حلو في مصر. ننسى بقى النيوز ويك خالص نمشيها النيوز ويك ننسى بقى النيوز ويك خالص. بنرجع مرة تانية وسيدتين من مصر أخذوا مراكز متقدمة في القائمة اللي عملتها مجلة نيوزويك. اسمحوا لنا إن احنا يكون معنا على التليفون دلوقتي المصرية الأخرى وهي جيهان نجيم. وجيهان نجيم مخرجة مصرية أمريكية عايشة في أمريكا هي معنا على التليفون وعايزين نقول لك يا جيهان مبروك. جيهان إزايك؟ طيب هي لسه مش موجودة معانا بقى. أنا بفكر حضراتكم إن في طبعا فاصل في ما بين وصول صوتنا ورجوعها عشان احنا بنكلمها من أمريكا. بس اسمحوا لي الأول تعالوا مع بعض نتفرج على الفيلم قبل ما نتكلم مع لقطات من الفيلم اللي عملته. ده كان جزء من الفيلم الوثائقي لجيهان نجيم وجيهان اخذت على الفيلم ده جائزه من جائزه جمعيه المخرجين الامريكيين وهي معانا على التليفون. اهلا بيكي يا جيهان. اهلا بيكي. مساء الخير جيهان علي صوتك. ايوه سمعيني. ازيك يا جيهان مساء الخير. اهلا وسهلا الف مبروك. جيهان انت اتعودتي انك انت عملتي اكتر من فيلم قبل كده. الفيلم ده قصته ايه؟ ايه اللي خلاكي تعملي فيلم عن الثوره او ثوره 25 يناير؟ انا كنت عايزه اعمل فيلم بيحكي عن الثوار من وجهه نظر الثوار بيورينا هم بيمروا بايه كل يوم هم بيعملوا كده ليه هم ليه في التحرير. كنت عايشه معاهم لحظه بلحظه. كنت معاهم لحظه بلحظه وكان معايا ثلاث شخصيات رئيسيه كنا بنتابعهم دايما في حياتهم حتى اليوميه بره الميدان جوه الميدان لما بيتضربوا لما بيعتقلوا اعتقلنا مع بعض. احكي لنا انا عايزه اسالك ازاي اعتقلتي ويعني حصل ايه يعني كان بيحاولوا معاكي في شكل الفيلم او انت بتعمليه لايه ولا ايه الموضوع بالظبط؟ احنا يعني كنا بنصور وقت محمد محمود وكان الضرب وقف وكان معايا مجدي كان ثوري من اول يوم. مجدي هو عضو في الاخوان المسلمين بس هو كان مع الثوره من الاول وكان موجود محمد محمود معايا حتى ان ما كانش في حد خالص من الجامعه الاسلاميه ساعتها موجود
في الضرب احنا يعني اللي حصل ان احنا اتمسكنا بالجمله مسكوا حوالي 300 واحد مع بعض وانا كنت بصور، خدوا كبادي خدوا التليفون ابتدوا يرحلونا من اسم جوريت للتاني. فضلنا محبوسين لمده يومين تقريبا. طب شيرين انا كنت عايزه اسالك سؤال، ايه علاقتك بالنيوز ويك؟ يعني انت ترشيحك خدتي 8 رقم 88 في القائمه من 125، هل تعرفي حد؟ هل هم كلموكي؟ كونكشن جت ازاي؟ انا اصلا يعني انا عرفت عن الموضوع ده بعد ما حصل، عرفت بالصدفه يعني احمد قال لي بعتي على فيسبوك وقال لي ان انا كنت في الليست. انا ما كنتش اعرف حد منهم اصلا، بس يعني انا شايفه ان انا وجودي على الليست ده مش ليا انا بس، يعني كل الستات فعلا المصريات اللي عملوا فرق في الثوره دي. يعني طب ناس كتير قويه تعرضت لتعذيب واتمسكوا، رامي عمران، بوسينه كامل، كل الناس دي بجد يعني بيشاركوني في انتصاري ده. طب جيهان انت صورتي الميدان عن ثورة 25 يناير وما بعدها من أحداث، لو أنت النهاردة قررت تنزلي تصوري فيلم جديد اسمه الميدان، الميدان بعد سنتين من الثورة، تتصوري هتشوفي فيه إيه أو إيه الرسالة اللي هتبقي عايزة توصليها للناس يعني؟ سؤال جميل. أنا بس عايزة أقول لك إن إحنا بنصور لغاية دلوقتي وعايزين نقول حاجه واحده، ان الثوره مستمره لغايه دلوقتي. هو ده اللي احنا عايزين نقوله. طب انا عايز اسالك سؤال، قبل 2011 بكتير يعني هي باديه، انا اتصورت من 2005 لما عملت فيلم شايفينكم كان بيتكلم عن مرابط الانتخابات. كان ساعتها كان فعلا النشطه كانوا بيخاطروا بحياتهم ساعتها لان ما كانش في حد خالص بيشتغل عشان البلد دي. طب انا عايزه اسالك سؤال، انت في فيلمك في الفيلم دلوقتي اللي احنا شفناه انت كاتبه جمله بالانجليزيه بتقول وي ثوت وي فاوند ا واي، وي ثوت ده يعني انت كنت فاكره انك لقيتوا طريق، الكلمه دي محبطه شويه. هقول لك معنى كده ان انت المصريين كلهم افتكروا ان احنا عملنا الثورة و 18 يوم عدوا وخلاص على كده احنا انتصرنا، بس للأسف الموضوع اكبر من كده وهياخد وقت اطول من كده. احنا مش بنقول يعني الجملة دي ما فيهاش احباط على قد ما فيها ان لسه احنا مكملين، ان لسه حربنا ما خلصتش. جميل. لسه الفيلم ما خلصتش ولسه حكايتنا ما خلصتش. انت مبسوطه انك انت ترشحتي وخدتي رقم 88 في الموسوعه دي وفي القائمه دي ولا ما تفرقش معاكي؟ انا طبعا مبسوطه بس هي مش لوحدي ولا انا عايز اقوله، انا ألهمت كتير من ناس في الثوره ومن كل بني ادم كان معايا في الفيلم ده، انا عايزه اشارك النجاح ده. نشكرك يا جيهان ومبروك على مصر، ومنتظرين منك المزيد لاعمال او وثائق يعني افلام وثائقيه عن النساء، وعارفين ان احنا ليكي دور جميل عن النساء وعن القمامه في مصر. ربنا يوفقك، بنشكرك جدا والف مبروك. شكرا يا جيهان. ميرسي. شكرا دينا. نرجع بقى البنات الصغيرين اللي انت بتروحي تنقذيهم من التحرش فيرجعوا لك يلفوا من الناحيه الثانيه، واعتقد ان كلامنا ده هيبقى صادم لكل الناس اللي بتشوفنا ويبقوا بيعيدوا نفس الكره او بيحطوا نفسهم في نفس الوضع باعتبار ان دي معاكسه ربما بتسعدهم، ربما يعني بترفع من معنوياتهم، ربما اتكلمتي معاهم قالوا لك ايه؟ هو احنا ما كناش حاطين يعني احنا ما كناش يعني متوقعين ان هي يعني الدنيا هتبقى بهذا الشكل، فما كناش حاطين بلان ومسبق هنعمل ايه في الحلقه، ما كناش فعلا متوقعين. الكلام ده كان صدمه. المجتمع بقى عنده رضا وخنوع كده، يعني مش عايز يعمل حاجه في الحته دي، حاسس ان ده بقى شيء عادي، يعني نظره المجتمع والبنت التحرش بقى عادي، وفي نفس الوقت البنت الصغيره طالعه شايفه انه ده برضو عادي.
هو ده بالظبط، هي شايفه ان هو عادي. البنت ما بننقذها بتعمل فيها يعني بتعمل فيها ضحيه والكلام ده كله، وبعدين ولكن انا عاوزه برضو احط يعني انا عايزه ان عايزين نفصل ما بين الناس اللي بيقولوا ان البنت بتسعى ان يتحرش بيها بسبب لبسها، والكلام اللي انتوا بتقولوه ده دلوقتي، ان البنت في 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 حته او في زاويه بتبقى حابه، بس لما بتزود او لا 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 هو هو احنا عايزين نفصل ما بين الكلمتين دول، احنا عاوزين نفصل يعني فرق بين المعاكسه ونسمع لا لا يعني ونسمع الكلام زي ما هو، ما ناخدش جزء منه ونسيب بقيه الجزء. في بنات صغيرين زي ما في شباب صغيرين طالعين شايفين ان ده عادي وده معاكسه، وده اللي احنا دلوقتي يعني الجيل اللي بعديهم شايفين ان ده حاجه هلاميه غريبه جدا داخله على دخيله جدا على مجتمعنا وضد كل قيمنا ومبادئنا وكل حاجه. الـ 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 الفئه دي اوكي احنا محتاجين برضو عشان نتكلم عليها. ليه؟ مش عشان اقول البنت هي السبب، لا هنتكلم بقى في ازاي هي مش السبب، انما علشان ما نحطش راسنا في الرمل تاني، لا احنا هنشوف الواقعه كما هي علشان نعرف نعالج بحق وحقيقي، نواجه المشاكل بحق وحقيقي. لو في مشكلة عند الولد هنحلها، الولد دعاه التأهيل والبنت كانت دعاه تأهيلها، ما هو دي كمان عندها مشكلة انها شايفة انها نفس المشكلة هي على فكرة، اللي هو احساس انها قد كده برضو، احساس ان هي الانثى هي لا تمثل اي شيء في هذا الدنيا غير انها شيء لزوم الشيء من الاخر كده، وده احساس وحش قوي بسيط جدا يعني واخداه من مجتمع عمال طول الوقت يقول لها انت لازمتك الوحيده حاجتين اتنين بس وهو ده، فهي يعني لو ما عملتش الحاجتين اتنين دول يبقى هي ولا حاجه، فده غلط. احنا عاوزين يعني البنات دول يبتدي لهم لا يا حبيبتي انت عندك عقل، انت عندك ممكن تدرسي ممكن تعملي ممكن تبقي زي العلماء. ثقافه المجتمع وعقله علشان ما ينتجوش البنت اللي معتبره ان وظيفتها الجواز والجمال والجسد. عجبني على الفيسبوك في بغض النظر ان يعني هنعرضه لا، بس في على الفيسبوك حاجه لفتت نظري، خريطه التحرش الجنسي، مجموعه من الاسئله فعلا لو احنا فكرنا فيها وانا محتاجه انك انت تردي عليه. بيقول لك لو التحرش سببه الفقر، طب مدير الشركه بيتحرش ليه؟ لو التحرش سببه التعليم، طب المدرس بيتحرش ليه؟ طب لو التحرش سببه جسم المراه ومفاتنها، طب بيتحرشوا بالاطفال ليه؟ لو المتحرش سببه بلبس المراه، طب بيتحرشوا بالمنقبه ليه؟ لو التحرش سببه تاخر سن الجواز، طب ابو العيال بيتحرش ليه؟ لو التحرش سببه الكبت الجنسي، ليه اللي عنده 7 سنين بيتحرش؟ لو التحرش سببه الانفلات الامني، امين الشرطه بيتحرش ليه؟ لو التحرش بيختفي بالتطنيش بعد سنين سكوت، ما اختفاش ليه؟ حلوه ممتاز عجبتني وشها كل ده بيدور اللي على وشها، يا اسئله تقولي فقر او طالع من اسره، كل ده بيدور في دماغنا. طب ما الناس طول عمرها فقر، الناس طول عمرها ممكن يكون شايفه البنت ماشيه في الشارع باقصر من كده وعيانة عن كده. لا ما كانش حد من المجتمع لما كنا في الجامعه بنلبس من الجوك وامهاتنا بتلبس فساتين كده وما كانش حد بيعاكس ايام الناصيه والحاجات دي، ما كانش حد بيعاكس فعلا، ده كان ظاهره غريبه جدا. نطلع الفاصل ونكمل بعد الفاصل، فاصل ونعود مره ثانيه. بنات مصر ضد التحرش بمزاجكم او غصب عنكم. بنات مصر خط احمر. حلو، انا عاجبني بنات مصر خط احمر، محدش يقرب هو طيب. محدش عارف يحمينا، احنا نحمي نفسنا. بنات مصر اللي خط احمر دول، في ناس كتير بتقول المشكله دي كلها انه الستات بتنزل الشغل وبتنزل تمشي في الشوارع وعامله زحمه، وان دي اخلاق الزحام، والبنات برضو بشكل او باخر يعني متدلعين بصرف النظر لابسه حجاب ولا لا، بيلبسوا 3 طرح وفيونكات ويلبسوا ايه، والبنات السافرات لو فضينا شلنا ده عن ده يرتاح ده من ده والدنيا تبقى 100 فل و10. ما هي كانت كده، فانا بسالك اي نوع من التحرش خالص، انا بسالك هل فعلا الفكره النظريه بتاعت حجب النساء عن المشاركه، حجب النساء عن الوجود، عزل النساء عن المشاركه الفاعله في المجتمع، فعلا يقضي على ظاهره التحرش؟ رايك يعني قصدك ايه؟ قصدك تقولي باختصار نقعد في البيت؟ جايز في البيت وجايز في السجن لا يعني لا سؤالك لو قعدونا في البيت، في ناس بتقول لو قعدتوا في البيوت وبطلتوا تنزلوا وبطلتوا تزحموا الناس في الشوارع وبطلتوا تروحوا المظاهرات، هو في مجتمع الستات قاعدين في البيوت ما بينزلوش؟ انا بسالها دي ست ده شغلها، ما طيب انا مش عارفه قوليها طيب هو يعني رايي مش رايي تعالوا نبص على الواقع، تعالوا نبص على الواقع اللي كان موجود.
الستينات والسبعينات كان ايه الموجود، كنا يعني كان المراه بتشارك وبتلبس يعني ميكرو كل قصير وكات وكات والكلام ده، كل الناس طبعا كتير قوي بتتضايق قوي من الحته دي، انما ده واقع احنا عشناه وما ينفعش برضه نحط راسنا في الرمل في الواقع ده. واما ودلوقتي ظاهره الحجاب ابتدت تزيد، هي برضه انا شايفاها ظاهره تمام. ظاهره ليه؟ مش انه الحجاب حاجه غلط فهي ممكن تبقى ظاهره غلط، لا، انه في حجاب كتير قوي ما هوش الحجاب الحقيقي، ما هوش حجاب عن اقتناع. المفروض على قد كل ده يبقى في بقى دين اكتر دلوقتي، دلوقتي المجتمع المجتمع بقى فارض الحجاب، ليس الدوله، المجتمع بقى له فتره شغال على فرض الحجاب على البنات والستات، اللي هو انت حضرتك لازم تتحجبي علشان تروحي المدرسه، لازم تتحجبي علشان تنزلي من بيتك، لازم تتحجبي علشان يجي لك عريس، لازم تتحجبي عشان تعرفي تمشي في الشارع، عشان يقولوا عليكي مؤدبه واهلك عرفوا يربوكي محترمه. دي صور على فكره من المبادره بتاعتك صح؟ دي في جامعه القاهره. في جامعه القاهره. اوكي. فكره السايكولوجي بتاعت المتحرش نفسه، وهو ليه بيعمل كده رغم ان كل انواع. انا عايز اتكلم في ليه الحجاب ما بقاش بيحمي البنت من التحرش. واحده لو محجبه وماشيه كويس خالص ولو هي على حق والكلام ده كله، المفروض ده يحميها يعني، والقران قايل كده. فانا لازم اظن ذلك ان يعرفنا فلا يؤذين بالظبط. فطب فين يعني، فين المشكله انه المجتمع اما يفرض ده يبقى كل من هب ودب ممكن يعني يروح لابس الحجاب او نقاب، او ممكن واحده رايحه تعمل حاجه غلط اصلا تروح مغطيه نفسها بحبه نقاب، فالناس بقى مش قادرين يفرقوا ما بين الحد المنقب عنه يعني او المحجبه او اللي ماشيه كويس من الحد اللي هو عامله ده كنوع من الستره على حاجات غلط هي بتعملها. المجتمع فقد الثقه في ان هي حتى لو هي محجبه طبعا، فهي مش شرط انها تكون. لا، هو ليه المجتمع بيفترض ان المحجبه بس هي اللي كويسه؟ دي فكره غريبه جدا. ما هو ده دخلتونا في موضوع عايز حلقه الحقيقه. بس هو برضه ليه هو نفسيته ما بتميزش النهارده بين لا، وحتى البنت اللي هي مش حتى البنت يعني اللي هو مش لابسه زي ما هو عاوز، ليه مدي نفسه الحق ان هو يقرب منها؟ بالظبط، ما هي ام المستقبل زي ما انتوا قايلين في الفيلم بتاعك. ليه مدي نفسه الحق؟ ليه المجتمع قال له ده اوكي اعمل ده، اتفضل اعمل ده، ما حدش هيحاسبك. من هو ازاي؟ انا هقول لك حاجه، الافلام قايله له كده. انت في الفاصل بتقولي احنا محتاجين مشروع قوي، مش قومي، مش محتاجين قوانين. يعني ايه؟ احنا دلوقتي لو يعني الموضوع ما يخش كده في تفاصيل، زي ما حضرتك قلتي على الفيسبوك مكتوب تحرش في كل مكان، في كل مكان، في كل الفئات، في كل الاعمار، في الاوتوبيسات، في الشوارع، في ايوه. ايه جالنا فيروس يعني؟ جالنا بلا وبا. ايوه جالنا وبا ومحتاجين نعالجه فعلا، محتاجين. احنا عاوزين يعني احنا جالنا دلوقتي مثلا داخلين حاجه زي الايدز كده، عاوزين بقى نركز فيه كده، نحط دماغنا فيه. يا جماعه ده ما يصحش، عشان ده بيقلل السياحه وبيخلي منظرنا وحش قوي قدام الناس، بيخلي شكلنا حيوانات قدام البلاد الاخرى. وده احنا فعلا بنصور فرصكم. ايه رايك نسمع وجهه نظر رجل في الموضوع ده؟ يلا نسمع. ايه معانا استاذ اسامه على التليفون. اهلا استاذ اسامه، اتفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام. السلام يا مفيد، انا جاي لك النهارده عشان اقول لك اللي بيتحرش ليه. ليه؟ انا سامعك طبعا عماله تتكلمي يعني بتاع خمس دقايق وتقولي طب وامين الشرطه، طب طبعا هقول لك يا ستي ليه. ايه قناعتي ان التحرش ده ثقافه. مش بس تحرش جنسي، انا شفت راجل واضح انه بيعاني من اعاقه ذهنيه، وكان اتنين ماسكينه بيعكسوه او يعني بيتحرشوا بيه بشكل غير انساني، والعلاج هو علاج ثقافي في الدرجه الاولى، لسحب ثقافات رديئه عشنا فيها ل 30 سنه. فمش بس الاقتصاد اتخرب وافسد واتنهب، قناعتي ان اكتر حاجه اتاذت من ال 30 سنه الشخصيه المصريه او الثقافه المصريه. فبعد ما كان عندنا وزير ثقافه زي الدكتور احمد هيكل ازحوه علشان يحطوا لنا اداره ثقافيه خربت الشخصيه المصريه، فبقينا نشوف الفوضى وأرجوزات بيتريقوا على كبراتنا، واحنا مش كده، احنا بتوع انه ليس منا من لم يحترم كبيره ويعطف على صغيره، يعني ان ما كناش نحترم كبيرنا هنشوف الصغير بيتهان وبيتحرش والعلاج من الاخر ان احنا نرجع لطبيعتنا الطيبه، واهم حاجه ان احنا نحترم كبراتنا.
لان اللي ملهوش كبير ما يقدرش يمنع التحرش. وصلت وجهه نظرك استاذ اسامه، بشكر حضرتك. اخلاقيه والثقافه، موضوع الكبير ده عن ايه؟ ما فهمتش. وجهه نظره. انت كنت يعني انا هو موضوع الكبير ده مهم جدا. طب يعني حاجه من الحاجات المهمه قوي موضوع الكبير ده، الكبير محتاج يحترم الصغير، عشان الصغير لو هو شايف، لو الكبير ده مثلا رئيس الجمهوريه وشايف الشعب هو الصغير، فالكبير محتاج يحترم الصغير اللي هو الشعب اللي هو طبعا مش صغير، علشان الصغير ده يعرف يحترم. عاد انت مديتي المساله على استقامتها. لا احنا بنتكلم على الكبير والصغير، يمكن المدرس والتلاميذ في العيله، العم يعني مش لازم نوصل. بس اعتقد هو هي الدنيا كانت ماشيه في هذا الاتجاه. اسمحوا لنا نكمل موضوع الكبير والصغير ده بعد الفاصل. اتفضل نطلع الفاصل ونرجع بعد كده نكمل حوار. هل المجتمع المصري هو فعلا اللي بيساعد على التحرش ونسبة التحرش بتزيد عشان خاطر الثقافة بتاعتنا؟ يعني لما اجي انزل في المترو والاقي بعض العربيات بتاعت المترو مكتوب عليها لبسك هو السبب، لازم افهم ايه؟ افهم ان المجتمع بيساعد الناس يتحرشوا بيا طالما انا مش مغطية شعري، ولا ايه؟ لبسك كله، لبسك كله واخد منك موقف، هو معتبرك انتي المسؤوله عن هذه الجريمه. انا نازله المترو. انت السبب. انا لابسه جاكيت ولابسه تي شيرت ولابسه بنطلون الجينز. تقدريش تنزلي المترو كده؟ ليه ما تقدريش؟ يعني ايه ما اقدرش؟ ليه خطر. يعني انت دلوقتي عندك، ما يكون في بنت دلوقتي اللي بيحصل في المترو ايه، بيكون في بنات وفي عربيه السيدات، يعني داخلين اهو محترمات اهو قاعدين في عربيه السيدات. مش رايحين يعني ايه عربيه الرجاله، عشان اي قاعدين في عربيه السيدات، ويخش عليهم اتنين رجاله وعايزين يقعدوا في عربيه السيدات، يقول لهم لو سمحتوا حضراتكم بليز اطلعوا بره، لو سمحتوا يعني حضراتكم اطلعوا بره، دي عربيه السيدات عشان فلو سمحتوا. فيروح مزعق وشاتم وقلل ادبه عليها، ولو عاجبك وانا هفضل قاعد، ولو عاوزه انزلي انت. تقوم هي ضرباه وماسكه الستات اللي في العربيه. لا اللي بيحصل، يضربوه علقه موت ما بيحصلش ده. اللي بيحصل بقى الغريب، اللي بيحصل ايه؟ ان هو بيشتمها وبعض الستات الموجوده بتايده هو وبيمسكوها هي يضربوها. مفيش كده واكتر من كده. لو بلغت وراحت الاسم بيتبص لها بصه، لما تروح الاسم انت ايه اللي خلاكي تعملي؟ انت هم على طول هو بيلومك. احنا قلنا قبل كده انه في بنات يعني في سن صغير هم ايه يعني برضو عندهم ايه الدنيا مشوشه في عقلهم، انما ليه يعني هو بيبقى واضح يعني، او ممكن ما يكونش واضح ايا كان. نفس طريقه ان هو لو عاوز يتكلم مع بنت ان هو يتحرش او ايا كان، او غيري انت من نفسك عشان انا ما المسكيش. اين الدين في هذا؟ لو انت بتعمل كده من منطلق ديني مثلا، او من منطلق اخلاقي، او مش علاقه بالكلام، فانت الدين عندك مشوهه يعني. فاذا كان ده دينك فهو مش دين انا يعني. اوكي ما فيش حاجه بتقول خالص انه ايا كان هي يعني لابسه ايه، ان انت ليك الحق ان هي تبقى مستبعد، حتى لو هي ماشيه غلط. اوكي فانت برضو بتعمل ده يعني جريمه، لو هي هي حتى ماشيه غلط ليس لك اعذار. فده جريمه، وما شفتكش مثلا ايه غضيت البصر يعني، ما فيش الكلام ده. فما تبقاش احسن، بنشوف الكلام ده كتير ان هو مع المتحرشين، اصل هي مش مثلا مش لابسه زي الاسلامي، هو راجل متحرش. انت مالك؟ لا انت من ربنا، من انت يعني، من انت مين بالذات عشان تتكلم عن التحرش؟ واي حد اي حد ولو حد ملتزم، فهو في طريقه للدعوه، في طريقه للدعوه ان هو يحببني في ده، ان هو يعني خليني احب يعني، مش بالغلظه دي، مش بالشكل ده ولا بالحشره ولا ليه اصلا، مش بان هو يدي عذر للمتحرش. يعني انت بتعمل ايه؟ انا عايزك سؤال يعني، دين انت بتقولي ايه؟ انت بتقولي بيدي عذر المتحرش. انت بتقولي لي لو حد عايز يعني يخليني اتدين انه يجي يكلمني، هو مين عشان يكلمني؟ اعرفه انا عشان اقفل في الشارع يا ستي. حتى لو عاوزين لا ايوه هي دي ثقافة. لا اكيد في اكيد مش مفروض ان حد يكلم اي حد، ومش مفروض ان اي حد يبقى لا في دعوه برضه، ومش مفروض ان اي حد يبقى في الشارع كده. لا يعني اكيد في الشارع لا، انما لو بس في طرق، في مثلا في دعوه، اماكن للدعوه والدعاوه، وشكل شكل للدعوه، شكل للدعوة. انما يعني في ناس هم يعني ما بيعملوش حاجة غير ان هم خلوا شباب كتيرة قوي تلحد. اوكي اما شافوهم، وده حقيقي للأسف، دي ظاهرة برضو، اللي هو الالحاد ابتدى يزيد علشان يعني نماذج من الناس اللي مطولة دقنها، مش قول عليهم شيوخ، اوكي اللي هم بيدوا صورة يعني وحشة جدا وبيخوفوا الناس. التطرف يخلق تطرف، اقصى اليمين اقصى اليسار. وعندك دلوقتي الفكرة انه المجتمع بقى عنده نوع من انواع الفصام، اتكلم
في الدين وهو متحرش بيتكلم في الحجاب وهو عاوز يعمل يعني انفصام شخصية اختلاف. طب قولي لنا مبادرة بنات مصر خط أحمر بقى عشان الوقت بيخلص، يعني الأيام اللي جاية رايحة على فين وإيه الهدف المنشود منها في الأيام اللي جاية، شايفة ماشية إزاي؟ أنا كان نفسي عمالة طول السكة أفكر في حبة أمل أديهم تمام، عمالة أفكر أنا يعني هكون صريحة، إحنا عندنا مشروع شايفين إن المشروع لازم يبقى مشروع متكامل، ثقافة مدارس جامعات خطب في الجوامع يعني مكتوبة معينة، مش أي حد يطلع يتكلم في حقوق المرأة في الإسلام والكلام ده، لا هو خطب الأزهر هو اللي يبقى مسؤول عنها، الوسط الجميل أوكي والكلام والكنائس كذلك والأفلام والإعلام يعني لا افلام بقى يعني أفلام بيغيروا دور الادوار اللي هي بنشوفها في الافلام والاعلام والبرامج، بلس ان لازم يبقى في قانون ايه مشكلته دلوقتي في القانون، في قانون قلنا ان هو في حد اعدام تمام، طب هو ايه المشكله انه محدش بيبلغ ليه؟ علشان هم متعاطفين، لا اكتر من سبب، البنت خايفه من تروح الاسم عشان الاسم ممكن تتبهدل اكتر من بره تمام، مش هيعملوها اصلا كده كانها يعني ايه اعاده ايه يعني شيل وزير الداخليه ده كده زي صباح الخير شيل وزير الداخليه بعد كده بنبتدي نتكلم في موضوع بقى الداخليه عشان هم اللي في الاخر هم اللي هينفذوا هذا القانون تمام، فالمفروض يبقى الاسم ده مكان امان، المتحرش ما بيضربش، البنت ما بتتهزقش لو دخلت، حد مدرب بياخد الـ 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 البلاغ، ويا ريت تبقى انثى برضو علشان ايه انا ما اتجرحش تاني لو بعد شر ايه محتاجه اروح اعمل محضر اوكي اكتب فيه هو لمستي في المنطقه الفلانيه. طب دي فكره هتقدميها لمين؟ دي فكره حلوه بس ان شاء الله عندنا مواعيد الكلام يوم الجايه، انما حتى كل البرامج ده اكملك على موضوع القانون انه لازم بعد كده ما نخلصش العقوبه، في عقوبات محتاجين بس نعرف ما هو التحرش في القانون، يبقى واضح وصريح ما هو التحرش في القانون، يبتدي تعمل بروباجندا على القانون عشان الناس تبقى عارفه اللي ليها ولا عليها، محتاجين نعمل غرامات فوريه على انواع معينه من التحرش اللي هي يعني اللفظي او غرامات فوريه فورية كمان. في موقع الحدث على طول زي كده زمان كانوا بيحلقوا العيال دماغهم بالموس ايام، وبعد كده ناخد الناس ونفرق ما بين تحت السن ال 21 فوق سن 21 الحدث ولا بالغ تمام، وما نحطوش في اصلاحيه اكيد عشان انا شخصيا لو عيل صغير مثلا كده انا مش دخل اصلاحيه وانا مشيته، فده احدى الحاجات. وقتنا خلص بس اخر سؤال هساله لك، اتفضل. هل اختيارك في قائمه النيوز ويك الامريكيه خطوه في طريق اننا بكره الصبح نلاقيكي بقى مسافره مع مؤتمرات ومهرجانات وزي يعني تخطفك الحدايه يعني تبقي اساسا كده، ولا والله بصي انا اقول لك حاجه الـ يعني اللي عارف هو يمكن انا مش شخصيه يعني عامه، انما اللي عارفني وعارف تاريخي عارف ان الواحد لما نزل 25 يناير تمام نزل وهو مش محتاج يعني ما كانش فقير يعني الحمد لله يعني الدنيا كويسه الحمد لله وما كانش محتاج ايه يعني ينزل قوي كده عشان مش هو انا ما كنتش مش عشان لقمه العيش مش عشان لقمه العيش البلد وكل عشان البلد وما نزلت وما كنت على الكوبريوم 28 ممكن ارجع ممكن ما ارجعش ممكن جوزي يرجع ممكن ما يرجعش ممكن اتشوه ممكن صعب قوي اعتقد هيبقى صعب قوي انه اي مبلغ ايا كان ولا اي يعني اي حاجه في الدنيا بس هيبقى معاك فلوس هو ايه لما يحصل ايه لو هم ادوكي فلوس علشان خاطر يعني مش عايزين معاكي فلوس شخصية. الحمد لله يعني دي شخصيه لك انا بتكلم لو هم حبوا ان هم يدوكي فلوس للجمعيه لبنات مصر خط احمر هتقولي لا؟ هقول لا لو في شروط اي تبرعات انت دلوقتي قلتولي انت لا تحطي شروط ولا تعملي زي صندوق النقد الدولي هم اللي يحطوا لك شروط احمر اقول لك لا ليه هعمل مؤسسه كده اعاده تاهيل واجيب احسن ناس خبراء يشتغلوا في المؤسسه دي يعني انت مستعده تقبلي التمويل بلا شروط طبعا طب وانت بتصدقي ان في تمويل بلا شروط في ناس بيتبرعوا ده صندوق النقد الدولي مش عايز يدينا فلوس غير بشروط ده صندوق النقد الدولي يبقى انت لا التبرع الشخصي حاجه التبرع الشخصي انما المؤسسات الامريكيه تحديدا بتدي فلوس من غير شروط لا طبعا انا ما اعرفش عشان ما اتعاملتش معاهم قبل كده احسن ما اتعاملش معاهم دينا فريد ام هنا 3 سنين بشكرك وطبعا انت بتعملي لهنا كمان عشان تطلع في جو جميل ده هي اكتر حد حرام يعني ربنا يقدرك على دفع ثمن غيابك وسؤالنا النهارده على الفيسبوك شكرا. اسباب زياده ظاهره التحرش من وجهه نظرك 66% قالوا التعاطف الاجتماعي مع المتحرش عدم الابلاغ عدم التشديد العقوبات يعني الثلاث
حاجات الثلاثة مع بعض جميع ما سبق، التعاطف الاجتماعي مع المتحرش، عدم الإبلاغ، عدم تشديد العقوبات، الثلاثة مع بعض، وإحنا بنؤيد الفوت ده جميع ما سبق. مشكورة فينا دينا. بعد الفاصل إن شاء الله. بعد الفاصل هكون معنا ماريا من المغرب وهتقدم سمك على الطريقة المغربية والتجين المغربي الجميل. بعد الفاصل، فاصل أستاذة إيه وهتغير.